اكلت واحد منهم، كانت الكلبة دي والدة 9 وسحبت عليها المهم فضربت القطة طبعا حطيتهم مع 9 رضعت عشان كانت بتودع 9 كلاب واربع قطط والست بتنفع مش مصدقة مش مصدقة يا اختي وعلى فكرة في في لبن كل ما هي بتنفع اه 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 قولي يا نوسة قولي يا نوسة جيت في يوم لقيتها هي كانت نوسة دي كانت طالعه كده على باب الحلال ربنا جميله لا والله ده كانت بارك لا مش مش كده هي البيت بتاعها وتيجي تقعد ما تلاقيش اللي هي بتسيبها زي ما هي لا مش خايفه لا انا عارفه مش عارف مش عارف وعلى فكرة القطة دي بتديها ضرب دي كلمة دي مغيرة القطة بتاخد الأكل من بقها لو قطة تانية بتموتها بجد؟ لما تيجي دي بتسيب لها الأكل و